السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنتكلم على نبات الذرة زياميز. هنشرحه من الجذر لغاية الورقة بتاعته، هنعمله توصيف للشكل الظاهري بتاعه او هنعمل البلانت مورفولوجي بتاعته بحيث ان احنا نغطي كل جزئية فيه. معاكم محمد زكريا، مدرس مساعد قسم النبات كلية العلوم جامعة طنطا. طيب يلا نبدأ. ده طبعا شكل نبات، ده عود الذرة، جايبينه نبات كامل اهوت من الجذر لغاية الورقة بتاعته. طبعا ده عود صغير في السن، ماهوش كبير، الكبير بيبقى متر ونص او مترين، مش هنعرف نجيبه معانا هنا. فتعالوا نبدأ على طول. هندخل اول حاجه في الروت سيستم. دايما لما بنيجي نشتغل بنشتغل الروت سيستم وبعد كده الشوت سيستم او المجموع الجذري، وبعد كده ندخل على توصيف المجموع الخضر. اول حاجه نبص عليها المجموع الجذري، الروت سيستم. الروت سيستم او المجموع الجذري مقصود بيه جزء اللي بيبقى تحت سطح التربه من النبات، وده بيبقى شامل الجذور. وطبعا عود الذره بيبقى فيه جزء مش قليل منه تحت سطح التربة، نظرا لان العود طويل اصلا وبيحتاج تثبيت عالي. فتعالوا نشوف نوع الجذور اللي موجودة عندنا هنا. اولا الجذور اللي موجودة هنا من النوع الادفنتيشيوس، الادفنتيشيوس روتس او الجذور العرضية، اللي هي الجذور اللي طالعة مش في مكانها الطبيعي او بتكون واخدة شكل او وظيفة غير طبيعية غير معتادة للجذر. الوظيفة الطبيعية المعتادة للجذر هي التثبيت وامتصاص الماء او الفيكسيشن ان ابسوربشن فوتر، والمكان الطبيعي بتاعه طبعا تحت سطح التربه وبيبقى على امتداد الساق. الجذور اللي موجوده عندنا هنا لو جينا نقرب منها ونبص عليها هنلاقيها عامله بالشكل ده، جذور من النوع اللي هي ايه، دعاميه، بروبروتس ادفنتيشوس روتس، جذور دعاميه. الجذور الدعامية دي بنلاقيها طالعة في العقد السفلى او النودز السفلى، اللي هي مناطق خروج الاوراق بمعنى صح، النود منطقة خروج الورقة او نشوء الورقة، بنلاقيها طالعة من على العقدة السفلى. يعني الورقة طالعة اهي بالمنظر ده، دي ورقة حرشوفية بالمناسبة هنقولها دلوقتي، وطالع من نفس المنطقة البروبروت او جذور الدعامية. البروبروت او جذور الدعامية بتبقى جذور زي ما انتوا شايفين عاملة زي الصوابع كده، بتطلع من العقد السفلى بتاعت النبات وبتخترق سطح التربة وبتنزل لأسفل عشان تدي دعامة إضافية للساق، نظرا لأن الساق طويلة فبتحتاج سندات أو تدعيم زيادة غير الجذور بتاعتها. فبتلاقيها داير ما يدور طالعة من عند العقد السفلى. طبعا هي هنا متغطية بالتربة، يمكن ديت أوضح واحدة فيهم زي ما انتوا شايفينها بالمنظر ده. فده الروس اللي عندنا هنا ادفنتيشوس روتس من النوع البروبروتس، جذور عرضية من النوع التدعيمية. في عندنا برضو جذور تانية خيطية او ليفية بمعنى ادق بالمنظر ده، دي بنسميها فايبروس روتس، دي بتبقى طالعة من تحت خالص، فايبروس روتس او جذور ليفية، وبرضو دي تعتبر ادفنتيشوس روتس، يعني ادفنتيشوس روتس فايبروس. يبقى عندنا في نوعين من الجذور موجودين في الذرة، اللي هي ادفنتيشوس روتس من النوع البروب او التدعيميه، جذور عرضيه تدعيميه، وادفنتيشوس روتس فايبروس روتس، جذور عرضيه ليفيه. تمام كده خلصنا المنطقه بتاعه الجذر. نقوم داخلين على الشوت سيستم. الشوت سيستم بقى اللي هو شامل الساق والاوراق والبراعم. تعالوا ندخل اول حاجه على البراعم او البادز. البادز دايما وابدا زي ما بقول لما بنيجي نتكلم على البادز بنتكلم على ثلاث نقاط او ثلاث نواحي. اول حاجه البوزيشن، المكان بتاعها. تاني حاجه الفانكشن اللي هي الديفلوبمنت، اللي هي الوظيفه بتاعتها او البرعم ده لما يتطور وينمو هيبقى ايه بعد كده. واخر حاجه الديوريشن او فتره الظهور بتاعه البرعم. قلنا حسب البوزيشن في عندنا ابيكال ولاترال وادفنتيشوس، اللي هي قمي وجانبي وعرضي، طالع في قمة الساق او في جنب الساق، طالع من جنبها
او عرضي طالع مش في مكانه الطبيعي، ممكن يكون طالع من على ورقة، طالع من تحت التربة، المهم طالع من على جذر. في حين الفانكشن قلنا فيجيتيف وفلورال، يا اما بيدي فرع شايل اوراق خضراء، فيجيتيف اللي هو خضري، فلورال هو زهري، خضر بيدي شايل اوراق خضراء، اما الفلورا بيبقى زهره قدامك بتقول عليها انها فلورا باد. وديوريشن سمر وينتر، سمر بيطلع في فتره الصيف بيبقى لونه اخضر ما لهوش اوراق خشوفيه، اما الوينتر باد اللي هو الشتوي بيبقى عليه اوراق خشوفيه. طب تعالوا نشوف البراعم اللي موجوده عندنا هنا نوعها ايه. اولا في هنا برعم قمي، تعالوا ندور عليه، المفروض بندور عليه عشان نقدر نقول هو موجود ولا لا الاول. فلو جيت هو الورق طبعا هنا عامل كلاسبينج على بعضه او حاضن بعضه بمعنى اصح، مغطي على بعضه، نظرا لان نبات اصلا صغير في السن فالاوراق بتطلع والساق لسه ما فرشتش بشكل كامل او ما طولتش بشكل كامل. البرعم القمي هتلاقوه برعم صغير خالص موجود اهوت، لو الورق الصغير خالص دي يعني مالكش فيها، ده الابيكال باد او البرعم القمي، ده الابيكال باد او البرعم القمي موجود في قمة الساق بتاع النبات بتاع الذرة، وبالتالي يبقى عندنا الابيكال باد موجود. طيب اللاترال باد، اللاترال باد المفترض هو برعم جانبي بنقول عليه اكزيلري باد او برعم ابطي، والمفروض ان هو بيبقى موجود حضن الورقة، طالع من جنب الساق وموجود في حضن الورقة. طيب تعالوا نشوف، نقطع الورقة دي نكشف كده، او خلينا نكشف دي ورقة مقطوعة القاعدة بتاعتها مقطوعة اهي، المفروض ان هو يكون موجود في الحتة دي. الحقيقة انا مش قادر الاقي هنا ايه لاترال باد في المنطقة دي، مفيش لاترال باد شايفه، فبالتالي البادز اللي عندنا هنا حسب بوزيشن تعتبر ابيكال بس، ابيكال باد او برعم قمي اللي هو تيرمينال باد مسمى اخر. طيب على حسب الفانكشن الوظيفه، والله بص لو انت شايف قدامك زهره ويبقى وانت مغمض تقول في فلورا باد، على حسب الفانكشن الوظيفه يبقى في فلورا باد. طيب اما البراعم اغلبها بتبقى فيجيتيتيف خضريه بتساعد على الاستطالة الرأسية بتاعت الساق زي البرعم القمي اللي احنا طلعناه من شوية هنا، تمام، ده بيعتبر من نوع الفيجيتيف باد اللي موجود في الداخل هنا، حبينا نكشفه تاني، تمام. والفلورال قلنا ان هو مش موجود، فالفيجيتيف باد عندنا موجود يبقى على حسب الفانكشن يعتبر فيجيتيف. طيب على حسب الديوريشن فترة الظهور، البرعم اللي شفناه هنا من شويه كان لونه اخضر، يبقى واحنا مغمضين عينينا ايه البرعم صيفي سمر بارد. كده خلصنا البادز، ندخل على الستم الساق. تعالوا نشوف الساق، اول حاجه بنتكلم فيها في الساق هي البرانشنج اوف ستم او التفرع بتاع الساق اثناء النمو. التفرع بتاعها هل هو صادق المحور بنسميه مونوبوتيل ولا كاذب المحور اللي هو السيمبوديال؟ صادق المحور، الفرق الجوهري ما بين صادق المحور المونوبوديال والسيمبوديال هو الوجود بتاع الابيكال باد، وجود the presence of the apical bud، ده المين ديفرنس بين المونوبوديال برانشنج والسيمبوديال برانشنج، او الفرق الجوهري ما بين تفرع الصادق المحور وكاذب المحور. طيب احنا من شويه لسه متكلمين على الابيكال باد، يبقى واحنا مغمضين عينينا دي تعتبر مونوبوديال برانشنج. طيب ايه كمان بياكد لي ان ده مونوبوديال برانشنج؟ ببص الاقي ان الاوراق اللي تحت هي الكبيره اللي طالعه اللي هي اتكونت قبل كده، فبتبقى هي الاكبر، وكل ما اجي اقرب من الابيكال باد كل ما اجي اقرب منه ببص الاقي الاوراق عماله بتصغر في الايه في الحجم، لانها لسه متكونه جديده، فبديهي هلاقيها هي الاصغر، وده بيدلل لي اكتر على ان اللي قدامي ده يعتبر مونوبوديال برانشنج. طيب بالنسبه لو كان سيمبوديال كنا هنقول ايه؟ يعني امتى هقول عليه ان هو سيمبوديال؟ سيمبوديال لو ما فيش ابيكال باد موجود او برعم قمي مش موجود، وغالبا الساق بتاخد شكل الزجزاج لان في كده برعم بيشتركوا في تكوين
الساق بتاعة النبات في حالة السيمبوديوم برانشنج أو التفرع كده بالمرحلة. طيب تعالوا نكمل. هابت اوف ستيم أو سلوك الساق. سلوك الساق يا إما بتكون إريكت قائمة أو منتصبة أو بتكون ويك ضعيفة. إريكت قائمة ويك بتبقى ضعيفة. بنعرف إزاي إنها إريكت أو إنها ويك. ما فيش. هو الإركت بيبقى عندها أنسجة ميكانيكية كتير، ميكانيكال تيشوز كتير، أو أنسجة تدعيمية اللي هي المقصود بيها الأنسجة الكولانشيمية والأنسجة والألياف، بتبقى عندها أنسجة تدعيمية كتير من التركيب الداخلي. أما في الناحية الخارجية بتلاقي النبات واقف منتصب بدون أي وسائل مساعدة. الوسائل المساعدة قد تكون محلاق، قد تكون إن النبات يلتف حوالين نبات تاني أو دعامة صناعية، قد يكون إن النبات بينبطح على الارض وبيطلع له جذور عرضيه وهكذا. دي كلها تعتبر الوسائل المساعده لنمو النبات. لكن لما بتلاقي الساق بتاع النبات واقفك بالشكل المنتصب قائم، ففي الحاله دي بنقول عليها انها اريكت قائمه. الاريكت يا اما بتكون هيربيشيوس او وودي، يا اما بتكون عشبيه او خشبيه. يا عشبيه يا خشبيه. الساق العشبيه بنعرفها ازاي؟ اولا غالبا لونها اخضر. ثانيا لما تيجي تكسرها ما بتعملش صوت القطم في الكسر، تمام، ما بتعملش صوت الكراك في الكسر، وبتبقى غضه شويه او طريه شويه عن الساق الخشبيه. وفي نفس الوقت، ودي يمكن اهم صفه، انها بتكون من النباتات اللي مش معمره، بتبقى نباتات حوليه او انيوالز اللي هي النباتات الموسميه. على عكس من كل الصفات دي، بتبقى في الساق في الساق الخشبيه او في النباتات الخشبيه، اللي هو بتبقى الساق غالبا لونها بني، بتبقى الصوت لما بتيجي تكسر الساق بتعمل صوت كسر كراك او صوت القطم بتاعها، بتبقى ناشفة مش طرية. وفي نفس الوقت كمان بتبقى من النباتات المعمرة البرينيلز اللي هي عمرها اكتر من سنتين. نبات الدورة اللي معانا ده ما يعتبرش من النباتات المعمرة، يعتبر من النباتات الحولية. وحتى كمان لون الفرع اللي معانا اخضر، وقد يكون في نبات كبير لونه اصفر، بس مش دي الصفة الجوهرية. اساسا يعتبر من انوالز، فنقدر نقول عليه ان هو هيربيشيوس، نبات عشبي مش نبات خشبي. يبقى الهابت وستيم عندنا ديت اريكت هيربيشيوس اللي هي قائمة عشبية. طيب كده خلصنا الهابت وستيم. ندخل على الاذر كاركترز اوف ستيم، الصفات الاخرى للساق. الصفات الاخرى للساق بنتكلم فيها على الكروس سيكشن والشيب والتكشر واللين، المقطع العرضي بتاع الساق عامل ازاي، والشكل الساق، وعندنا التكشر اللي هو الملمس او نسيج الساق اللي هو الملمس بتاعها، واخيرا اللينث اللي هو طول الساق. لو جينا نتكلم على الكروس سيكشن بتاع الساق، الساق ديت بتاعه الدرع مصمتة، لو جيت قطعتها هلاقيها مصمتة من الداخل، موجود فيها النخاع، تمام، تبقى تعتبر سوليد، ما هيش هولو، سوليد مصمتة مش هولو. الشيب بتاعها سلندريكال، شكلها اسطواني، واضح خالص انها اسطوانية واخد شكل دائري. التكشر بتاعها او الملمس بتاعها لو قربنا بحيث ان احنا نحاول نقدر نشوف هل في عليها شعيرات ولا لا، هبص الاقيها ما عليهاش اي شعيرات خالص، واقدر اقول عليها انها كلابروس او ناعمة، كلابروس او ايه او ناعمة، تمام. الحاجة التانية الى اول اخيرة بمعنى صح، اللينث بتاعها الطول. قلنا النبات بنقول عليه ان هو طويل في حالة لو قدرنا نميز النودز والانترنودز بالعين المجردة، العقد والسلميات بالعين المجردة. طيب تعالوا نشوف فين العقدة. هنا ادي العقدة، اهي منطقة خروج الورقة من على الساق. هنا في عندنا عقدة اهيت، وفي هنا عقدة تانية، تمام، وفي بعد كده عقدة تالتة فوق. بس العقد هنا متقاربة شوية لان لسه الساق ما فردتش بشكل كامل، وفي عندنا عقدة رابعة هنا تحت. ما دام انا شايف عقد بعين المجردة وسلمية اللي هي المسافة ما بين عقدتين متتاليتين، السلمية او الانتر نود، وفي نودز واضحة قدام عيني، يبقى النبات ده يعتبر لونج مش دوارف. نبات الدوارف متقزم، ما اقدرش اميز العقد والسلميات او النودز والانترنودز بعين المجردة، وزي الجزر والفجل واللفت والايه والصنوبر.
الجزر والفجل والليفت والبصل والصنوبر. طيب ندخل بعد كده على modification of stems او metamorphosis of stem، التحولات او التحورات في الساق. وهل في عندنا هنا تحورات في الساق او تحولات في الساق، تغير في شكلها؟ الحقيقة انا مش شايف اي تحور في الساق موجود عندنا في النبات اللي قدامي ده، الساق طبيعية جدا. ففي الحالة ديت بقول على modification of stem ان هو absent. التحورات اللي موجودة في الساق عادة بتبقى انها تكون سباين ستيم او ليفي ستيم، او تكون من النوع السبترين ستيم اللي هي الساق تحت ارضية، او كلايمبينج ستيم. تمام، السبترين ستيم شاملة الريزومات والكرمات والابصال والتيوبر اللي هي السقان الدرنية. طيب هنا الستيم ما فيهاش اي موديفيكيشن او ما فيهاش اي ميتامورفوزس، ففي الحالة دي بقول ان الموديفيكيشن هنا absent او غائب، لا يوجد تحور في الساق. ندخل بعد كده على الليف، على الورقة. أول حاجة بنتكلم فيها في الورقة اللي هي الليف بيز، قاعدة الورقة. قاعدة الورقة هنا عندنا من النوع الغشائي اللي هي الشيذد، وغشائية من النوع اللونج الطويلة. لو جيتوا حتى بصيتوا يعني قاعدة الورقة أولا لازقة في الساق بمعنى أصح، هنيجي نتكلم عليها بعد شوية الحكاية دي. القاعدة بتاع الورقة غشائية، يعني بصوا غشائية ازاي، يعني بتبص تلاقيها القاعدة بتاعت الورقة بتنتهي بغشاء، لو جيت سحبتها عمالة بتسحب الغشاء بتاعها بتاع القاعدة بتاعتها من على الساق منظر شايفينه، بتنسل يعني ماسكة فيها جامد يعني. فقاعدة الورقة هنا غشائية وعمالة بتسحب جايبة للآخر، لسه مش عارف هتجيب فين بعد كده. فهنا غشائية من النوع الطويل اللي هي sheathed long، غشائية ايه طويلة sheathed long. تمام، قاعدة هنا غشائية طويلة. طيب ده بالنسبة للليف بيز. طيب ندخل بعد كده على الليف بيتيول، العنق بتاع الورقة. هل الورقة هنا معنقة ولا جالسة؟ هل هي بيتيوليتد او بيتيوليت ولا سيسايل؟ لو في عنق واضح قدامي مفيش، في الحالة ديت هقول عليها بيتيوليتد، مفيش عنق يبقى اقول عليها سيسايل جالسة. انا مش شايف اي عنق خالص، بالعكس انا كل اللي شايفه قاعدة غشائية بتبدأ من المنطقة دي، قاعدة الغشائية بادئة من هنا لغاية هنا، فواضح خالص ان القاعدة بتاعت الورقة هنا من النوع الغشائي ومفيش عندي عنق، بالعكس ده الورقة جالسة. اما لو حبينا نتكلم عن الليف ستيبيولز، الخطوة اللي بعد كده الودينات بتاعت الورقة، هنبص نلاقي ان الورقة تعتبر استيبيليت او اكستيبيليت، عديمة الودينات. يعني ايه عديمة الودينات؟ يعني ملهاش ودينات. الودينات دايما بتبقى على هيئة ازواج، بلاقي شعيرة مثلا طالعة من ناحية يمين قاعدة الورقة، وشعيرة تانية طالعة من ناحية شمال قاعدة الورقة. في الحالة دي بقول عليها انها استيبيليتد، لكن الحالة اللي معانا نبات الذرة اللي معانا ده ما عندوش اي ودينات خالص، فبالتالي ده اقول عليه ان هو استيبيليت او اكستيبيليت اللي هو عديم الودينات. ماشي يا جماعة. طيب ندخل بعد كده على الليف ابيكس، قمة الورقة. تعالوا نشوف قمة الورقة عاملة ازاي، القمة بتاعت الورقة او الابيكس بتاع الورقة شكلها عامل ازاي. ادي قمة الورقة، ومن واضح خالص انها من النوع السفردة اهيت. ادي قمة الورقة، واضح جدا انها من النوع الايه، اكيومينيت. اكيومينيت يعني مستدقة. مستدقة يعني ايه يا جماعة؟ مستدقة يعني واخدة شكل رأس مثلث ومنتهية بامتداد زيادة عامل زي سن القلم الرصاص. فديت بقول عليها اكيومينيت، تعتبر قمة مستدقة. وفي ناس بتخلط بينها اوقات وما بين الاكيوت، وفي الحالة دي مش غلط، مش هنقدر نقول غلط لان الاتنين بيبقوا قريبين من بعض شوية. فقمة اللي هي الورقة هنا من النوع الاكيومينيت او المستدقة. طيب ليف مارجن، ندخل بعد كده على ليف مارجن، حافة الورقة. حافة الورقة تعالوا نشوف، ادي الورقة اهي، تعالوا نشوف الحافة بتاعتها عاملة ازاي. ادي الحافة بتاعت الورقة، لو قربناها وحبينا نبص عليها ونشوف شكلها عامل ازاي، ادي الحافة
واضحة بالمنظر ده، واضح خالص ان الحافة ما فيهاش اي نوع من انواع الشقوق او السنون او كده. فالحافة عندي هنا تعتبر ايه، انتاير او كاملة. الحافة هنا زي ما انتوا شايفين تعتبر انتاير او ايه، كاملة سليمة او كاملة. تمام، ندخل على الليف بليد، نصل الورقة. نصل الورقة، اولا الورقة هنا تعتبر سيمبل، ما هيش لوبد ولا كومباوند. الورقة ما فيهاش فصوص، ما نقدرش نقول عليها لوبد، هي بسيطة عادية خالص، ورقة حتة واحدة على بعضها كده زي ما انتوا شايفين. تمام، حتة واحدة على بعضها، فبقول عليها سيمبل. ما هيش مفصصة، ما فيهاش اي فصوص، ما فيش تفصص فيها خالص عشان اقدر اقول عليها لوب، ولا هي مقسمة الى ورقات او ليفلتس عشان اقدر اقول عليها انها كومباوند. الورقة الكومباوند بتبقى الورقة مقسمة الى ليفلتس او ورقات اصغر منها، وبقول عليها في وقتها كومباوند. لكن اللي قدامي ديت ورقة بسيطة جدا سيمبل، والسيمبل فيها حوالي 10 انواع، اللي يهمنا النوع اللي قدامنا ده يعتبر سيمبل لينير، اللي هي بسيطة شريطية. وهذا شكل الشريط او لينير، شريطية بالمنظر ده. تمام، فالورقة عندنا هنا من النوع السيمبل ايه، لينير، بسيطة شريطية. طيب كده خلصنا النصل بتاعها اللي هو البليد او اللامنة. ندخل بعد كده على الليف فينيشن، التعرق بتاع الورقة، شكل العروق بتاع الورقة عامل ازاي. تعالوا نشوف العروق. العروق بتاعت الورقة اهيت بالمنظر ده، وزي ما انتوا شايفين الفينز بتاعتها واخدة شكل خطوط طولية بالشكل ده وموازية لبعضها. ففي الحالة ديت هقول ان العروق بتاعت الورقة ها بارلل، بارلل يعني متوازية، موازية لبعضها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، بغض النظر عن الحشرة اللي ماشية. فهتلاقوا العروق بتاعتها واخده شكل طولي متوازيه بالشكل ده، وبقول انها لونجيتودينال متوازيه بالطول، متوازيه طوليا، موازيه لجنب بعضها بالطول، وتعتبر تقريبا موازيه العرق الوسط. ففي الحاله ديت الليف فينيشن بتاع الورقه بارالل لونجيتودينال. تمام، طيب خلصنا الليف فينيشن، ندخل على الليف ارينجمنت، توزيع الاوراق او ترتيبها. هل الأوراق هنا طلعالي من على الساق، في الحالة دي بقول عليها كولاين، ولا الأوراق طلعالي مجازا من على الجذر، فبقول عليها راديكال. الأوراق هنا مش راديكال، راديكال ديت لو الساق بتبقى متقزمة، والساق اللي عندنا دي مش متقزمة، دي ساق طويلة. فالأوراق هنا طلع من عليها، واضح خالص ان الأوراق كلها طلع من على الساق. ادي واحدة طلع من الساق، ودي طلع من على الساق، ودي طلع من على الساق، نفس الحكاية. فالأوراق هنا تعتبر كولاين، اللي هي طالعة من على الساق. طيب الكولاين ديت فيها كذا نوع، الترنيت وأوبوزيت وورل أو فيرتسيليت. طيب اللي معانا ديت تعتبر إيه؟ الترنيت. ليه الترنيت؟ بتبقى ورقة واحدة طالعة من على العقدة، آدي العقدة، وطبعا الورقة ديت اللي قطعنا قاعدتها طالعة من عليها ورقة واحدة. آدي هنا نفس الحكاية، ورقة واحدة أهي طلع من على العقدة، وهنا نفس الحكاية ورقة واحدة طلع من على العقدة، وبعد كده هتبص تلاقيها ورقة طلع برضو من على العقدة. يبقى هنا تعتبر الترنيت، متبادلة. متبادلة كمان لان ده السبب الاهم، ان بتبقى الورقة الواحدة اللي طلع من العقدة بتبقى طلع في اتجاه مخالف لاتجاه الورقة اللي فوقها او اللي تحتها. تمام، يعني دي الورقة اللي تحت هنا اهي طلع في اتجاه مخالف لاتجاه الورقة دي، ودي طلع في اتجاه مخالف للورقة دي، ودي طلع في اتجاه مخالف للورقة دي، فمتبادلة. تحس انها مرة طلع هنا في الناحية دي، ومرة طلع الناحية دي، مرة طلع الناحية دي، ومرة طلع الناحية دي، وهكذا بالشكل ده، مرة كده مرة كده بالطريقة دي. ففي الحالة دي بقول عليها انها الترنيت او ايه، توزيع الاوراق يعتبر كولاين الترنيت، اللي هو طالع من على الساق متبادلة في الاتجاه. كده اخر حاجه بقى اللي هي الليف موديفيكيشنز او ليف ميتامورفوزيس، اللي هو التحورات في الاوراق. بنبص على الورقه وبنشوف هل فيها تحورات ولا لا. من الواضح لو قلبنا النبات من تحت لفوق ان انت مش هتلاقي فيه تغيرات غير اللي هي ايه، الاوراق الحرشفيه، السكيل ليفز.
هتلاقي في اوراق خرشوفيه، وعاده موجوده في العقد السفلى في المناطق السفلى من الساق بتاع النبات، لان دي بتبقى مش واصل لها شمس بشكل كافي. المهم هتلاقي الورقه الخرشوفيه دي بتبقى ورقه غالبا لونها اصفر او بني، وممكن تكون ميته او شبه ميته، والنبات ما بيعتمدش عليها في القيام بعمليه البناء الضوئي، ففي الحاله ديت بتبقى وظيفتها انها بتحمي البراعم اللي جواها وهكذا. فالموديفيكيشن اللي موجود عندنا في الليفز هنا انها سكيل ليفز او اوراق خرشوفيه. وبكده نكون خلصنا المورفولوجي بتاع نبات الذره كله على بعضه. شكرا ليكم وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.